لين أبو شار تودع أختها وعرسها اللي رايحين لأشهر العسل. شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعل العرسان تالا أبو شعر وعرسها معتز بمجموعة من الأسطوريات بعد عرسهم. شكر العريس كل الحضور اللي كانوا متواجدين ووقفوا معهم. وكمان لين أبو شعر نشرت ستوري آخر مع العرسان وهن رايحين لأشهر العسل لرومانيا. كثير غريب إنه أنتم مسافرين نحن هون. العادة بالحكي. يلا باي. رايز هلا وصلنا على مطار. بدهم يحجروا وين؟ مطار شو؟ ما حيحجروا. خلص حأترككم بس. هي بس بنص ساعة. الستوري اللي بعد حتحجروا. نمر إلى سارة الورع اللي تفاعلت بستوري على صفحتها بالإنستغرام. علقت عليه سارة بي لما أعمل له جو بالبيت مشان ما يفكر بحدا غيري. نمر إلى أخ لانا ولين اللي تفاعل بستوري على صفحته بالإنستغرام، حكى إنه في مفاجأة قريبا راح يعلنوا عنها. فشو توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟